مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تبسيط العلوم، أهلا بكم جميعا. حلقتنا لطلاب الثانوية العامة طلاب الدمج، وفي هذه الحلقة سنقدم لكم مراجعة عامة على منهج الجغرافيا مع أستاذة ألفت خضر، معلم خبير جغرافيا. مرحبا بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بأعزائي طلبة الثانوية العامة، وإن شاء الله النهاردة هتبقى المراجعة شاملة على المنهج بإذن الله، ويكون بشكل مبسط وسهل لطلاب الدمج إن شاء الله. هل هتاخد شكل الامتحان ولا هتبقى مختلفة؟ إلى حد ما هنعمل نقسم الحالات إن شاء الله، هتبقى حسب مستويات الدمج، وهيبقى المستوى الأول النهاردة إن شاء الله اللي هي الحلقة الأولى هنتكلم عن المستوى الأول اللي هو التأخر الذهني أو الشلل الدماغي والتوحد. كل ده بيعتبر مستوى في الأول، وده اللي هنشتغل عليه النهاردة إن شاء الله. تمام. طبعا الأسئلة بتبقى واضحة وصريحة ومباشرة، ما فيهاش تعقيد. بالنسبة للمستوى ده مختلف تماما عن باقي المستويات في إن هو أسئلته دايما موضوعية بالكامل 100% موضوعي، مفيش أي سؤال بيمثل المستويات العليا ولا التطبيق ولا أي من الأسئلة اللي فيها تفكير، تبقى مباشرة وواضحة وموضوعية. تمام، نبدأ المراجعة. وعشان كده احنا هنشوف النهاردة النموذج اللي احنا جايبينه الأسئلة كلها موضوعية بالكامل. طيب نشوف مع بعض كده السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. بيقول لك جاء الميلاد الحقيقي للجغرافيا على يد مين؟ هو المفروض ان احنا بيبقى عندنا اختيارات، احنا بنختار الإجابة الصحيحة. عندنا أربع اختيارات، أرسطو وابن خلدون ورادزل ورودلف كلين. لو بصينا هنا على الاختيارات، ان جاء الميلاد الحقيقي، مين اللي كان السبب في او هو الاساس في وجود الجغرافيا السياسية؟ طبعا هو رادزل، لان هو اول من وضع مؤلف سياسي بيحمل اسم الجغرافيا السياسية هو رادزل، ولذلك احنا بيكون الاختيار الصحيح العالم رادزل. طيب نشوف سؤال تاني، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. برضو طبعا السؤال اللي السابق، عندنا وضع الإطار العام، اللي وضع الإطار العام الذي عرف باسم دورة حياة الدولة هو إما ابن خلدون أو أرسطو أو رادزل أو رودلف كلين. طبعا عارفين إن الوضع الإطار العام في بالنسبة لدورة حياة الدولة اللي هو بيعرف باسم دورة حياة الدولة هو ابن خلدون العالم الإسلامي، وده من العلماء اللي كانوا ليهم السبق أو من أوائل العلماء اللي اتكلموا عن الجغرافيا السياسية. نقول السؤال اللي بعد كده، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس من العواصم الساحلية. معنى كلمة العواصم الساحلية يعني معنى كده ان في عواصم ليها وضع مختلف تاني. ايه هي؟ احنا عندنا في مجموعة من العوامل بناء عليها تم اختيار العواصم. في عندنا العامل التاريخي، وفي عندنا العامل لسهولة الوصول، وفي عامل السيادة القومية، وفي عامل الحماية والدفاع. لو بصينا هنا بيسألني بيقول لي ما العواصم الساحلية، يعني عاوز العواصم التي تم اختيارها على اساس وجودها على الساحل. من اهم العواصم اللي هي الساحليه عندي نواكشوط. طب حد يقول لي الخرطوم؟ لا، الخرطوم موجوده على نهر وليست على ساحل البحر او محيط. تمام، نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه مما بين الاقواس، تعد التخوم ظاهره. الاول يعني ايه كلمه تخوم؟ احنا عندنا نوعين اللي هو التخوم والحدود السياسيه. التخوم دي عبارة عن ايه؟ التخوم دي عبارة عن ظاهرة موجودة بتمثل حد فاصل بين الدول، ولكن له مساحة، يعني له طول وعرض، بعكس الحدود السياسية، خط يفصل بين الدول برضو حد سياسي ولكنه ليس له مساحة. التخوم بتكون ظاهرة طبيعية وليست ظاهرة بشرية كالحدود السياسية. التخوم هي ثابتة في مكانها لا تتغير، لكن الحدود السياسية ممكن تتغير وممكن تتلغي وممكن تتبدل. وعشان كده هيكون الاختيار الصحيح، انا كده قارنت لكم بين التخوم وبين الحدود السياسية، عشان كده الاختيار الصحيح انها ثابتة في المكان لا تتغير، وليست قابلة للنقل والحركة، وليست قانونية، وليست بشرية. كل دي خواص الحدود السياسية وليست خواص الحدود التخوم. يبقى الإجابة الصحيحة معانا هي ثابتة في المكان لا تتغير. سؤال كمان بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس،
بيتم الاستعانة في مرحلة تعيين الحد على الطبيعة بين الدول بإيه؟ معنى كده إن إحنا عندنا في مراحل لتحديد الحدود. عندنا أول مرحلة وهي اسمها مرحلة التعريف والتخطيط، والمرحلة الثانية التعيين على الخريطة، وبعد كده المرحلة الثالثة اللي إحنا بنسأل عنها دلوقتي اللي هي التعيين الحد على الطبيعة بين الدول، وبعد كده إدارة الحد. لما نبص هنا في السؤال بيقول يتم الاستعانة في مرحلة تعيين الحد على الطبيعة، هو عاوز المرحلة الثالثة من تحديد اللي إيه الحدود على الحدود السياسية. طيب إيه اللي أنا ممكن أستعين بيه في هذه المرحلة عشان أقدر أحدد الحد؟ نصوص المعاهدة ولا المعلومات الجغرافية ولا الخرائط التفصيلية؟ هنلاقي الإجابة الصحيحة كل ده، جميع ما سبق. الإجابة الصحيحة هي نصوص المعاهدة والمعلومات الجغرافية والخرائط التفصيلية، دي كلها الإجابة السليمة. نشوف مع بعض السؤال كمان. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. ترك الاستعمار من الكثير من المشكلات المزمنة التي تهدد أمن الدول. ترك الاستعمار كثير من المشكلات المزمنة التي تهدد أمن الدول. هل ده صح ولا خطأ؟ احنا عارفين ان الاستعمار مهم جدا، نعرف يا ولادي ان الاستعمار سبب من اسباب مشكلات كثيرة جدا سياسية على مستوى العالم، لان ترك مناطق كثيرة جدا بعد احتلاله لهذه المناطق تركها بدون حدود وبدون تحديد لها، وبالتالي عمل مشاكل كثيرة جدا في تقسيم الدول كثير الى دويلات صغيرة، وترك بعض المناطق بدون وضع حدود لها مما ادى لإثارة مشكلات سياسية كثيرة جدا. يبقى معنى كده لما يقول لي ان الاستعمار كان سبب في وجود مشكلات سياسية اقول له طبعا الاجابة صحيحة. نشوف سؤال كمان. أما يقول لي لم تتدخل الأمم المتحدة لحل مشكلة كشمير، هل ده صح ولا غلط؟ هل الأمم المتحدة ما تدخلتش في حل مشكلة كشمير؟ إيه هي مشكلة كشمير؟ مشكلة كشمير اللي هي كانت بين الهند وباكستان. الهند وباكستان، ودي لسه بنقول دلوقتي حالا من شوية في السؤال اللي قبله، إن الاستعمار ترك مشاكل كتيرة سياسية من ضمنها مشكلة كشمير دي. ليه؟ لأن ترك منطقة كشمير لا هي منضمة بعد تقسيمه للهند وباكستان، لا هي منضمة للهند ولا لباكستان، وكانت منطقة كانوا بيعتبروها البريطانيون منطقة للاستياف أو منطقة للقضاء أوقات جميلة فيها نتيجة للجو الممتع والطبيعة الخلابة لمنطقة كشمير. طيب لما حصلت المشكلة وحصل النزاع بين الهند وباكستان على كشمير، هل الأمم المتحدة وقفت تتفرج ولا تدخلت؟ لا يا حبايبي، تدخلت، وكانت دورها انها اعلنت وقف اطلاق النار وتجردت كشمير خالص من الاسلحة، والاطراف التانية برضو المتصارعة من الاسلحة اللي موجودة معاهم، وكمان طلبت في حدوث استفتاء شعبي يكون محايد يكون تحت رئاسة الامم المتحدة لاختيار اهل كشمير ايا من الدولتين للانضمام اليهم. يبقى في الحالة دي تدخلت ولا لا؟ طبعا تدخلت، يبقى الإجابة خطأ. المفروض إن هي تدخلت الأمم المتحدة، ولكن السؤال بيقول لك لم تتدخل، يبقى الإجابة خطأ. السؤال الثالث يقول لك لا يوجد في الوقت الحالي شعب ذو سلالة نقية. لا يوجد في الوقت الحالي شعب ذو سلالة نقية، يعني إيه؟ يعني كل الشعوب في الوقت الحالي مفيش سلالة نقية بالكامل. معظم الشعوب هي عبارة عن سلالات مختلطة. طب ايه السبب في كده؟ نتيجة حركة السكان. احنا عارفين يا ولاد ان الانسان مش ثابت في مكانه، بيتحرك من مكان لاخر، فحركة السكان دي ادت لاختلاط السكان مع بعضهم البعض، واختلاط الاجناس واختلاط السلالات، وبالتالي لم تكن هناك سلالة نقية على مستوى العالم. يبقى اما اقول لي لا يوجد في الوقت الحالي شعب ذو سلالة نقية، اقول له الاجابة صحيحة. يعد ردع الأعداء هدف أساسيا للأحلاف العسكرية. ما هو اسمها إيه؟ اسمها الأحلاف العسكرية. يبقى شيء طبيعي أن أنا بتحالف مع مجموعة من الدول عشان أقدر أن أنا يبقى في بيننا دفاع مشترك ضد أي اعتداء خارجي من أي إيه؟ دولة أخرى. وبناء عليه أنا بعمل إيه؟ بعمل وسيلة، لما يكون عندي حلف عسكري بتبقى وسيلة لردع الأعداء، إن مفيش حد يفكر في إن هو يعتدي عليا بأي شكل من الأشكال.
فيبقى هدف مهم جدا من اهداف الاحلاف العسكريه انها تكون ردع للاعداء لمنع اي عدو من الاعتداء على قوة او دول التحالف اللي هي داخله في الحلف العسكري. شوف سؤال كمان، اعلنت روسيا في عام 1991 ميلاديا حل حلف وارسو رسميا. طبعا الإجابة صحيحة، لأن روسيا كانت يتبع لها حلف وارسو العسكري، ونتيجة المشاكل التي كانت في الفترة الأخيرة أدى ذلك إلى حل حلف وارسو. يبقى شفنا السؤال اللي قبل كده كان عبارة عن اختر ما بين الأقواس، السؤال ده اكتب كلمة صح أو خطأ، يبقى معنى كده احنا ماشيين في خط الايه الأسئلة الموضوعية. يبقى حبايبي ننوه مرة أخرى إن عندنا المستوى اللي احنا بنتكلم فيه هو مستوى خاص بالتأخر الذهني والشلل الدماغي وطلاب الدمج الخاص بالتوحد. يبقى معنى كده إن أسئلة الامتحان بتاعتكم إن شاء الله هتبقى 100% موضوعي وليست بها أي مستويات تطبيق. وده اللي احنا شايفينه في شكل الأسئلة اللي احنا جايبينها كنموذج مصغر للامتحان، كلها أسئلة موضوعية وليست فيها أي أسئلة تطبيق. نشوف سؤال كمان بيقول لك حدد العواصم التالية حسب عامل الاختيار. احنا قلنا من شوية صغيرة ان عندنا مجموعة من العوامل بتساعد في اختيار العواصم. لما قلنا كان عندنا عامل التاريخي وعامل سهولة الوصول والحماية والدفاع والسيادة القومية. يبقى اما يقول لي نواكشوط، اول سؤال نواكشوط تم اختيارها كعاصمة حسب عامل ايه؟ طبعا سهولة الوصول. تمام، لما نقول موسكو عاصمة روسيا حسب عامل السيادة القومية، لان روسيا اتخذت من موسكو برغم انها موجودة في داخل الدولة اتخذت منها عاصمة لانها بتحمل اكبر كمية من اكتر اقلية موجودة سوري قومية موجودة في روسيا، وبالتالي وضعت فيها عاصمتها بحيث ان يبقى تابعة لدولة روسيا. اما نقول باريس عاصمة فرنسا ده يعتبر ايه؟ احنا عارفين ان باريس منذ القدم وهي موجودة فين؟ في فرنسا عاصمة لها، يعني معنى كده لها اصول تاريخية منذ القدم، يبقى تم اختيارها نتيجة العامل التاريخي. لما نقول السؤال الرابع بيقول لي تبع برضو العواصم ازاي اخترناها، عندنا أنقرة عاصمة تركيا تم اختيار على اساس ايه؟ طبعا الحماية والدفاع، لان احنا قلنا احنا عندنا أنقرة كانت موجودة، تركيا كانت واخدة عاصمة لها اسطنبول، وجدت ان لابد ان يكون لها عمقا جغرافيا يعطي لها حماية ودفاع اكبر، فاتجهت لاختيار عاصمة اخرى وهي أنقرة. طيب نشوف سؤال كمان يا ولاد. لما نقول السؤال السادس ثوب ما تحته خط. ثوب ما تحته خط يعني بيجيب لك يا ولاد سؤال او جملة وفيها كلمة خطأ، هو بيبقى حاطط لك تحتها خط، يعني بيعرفك الخطأ فين وعليك انت ان انت تصحح الخطأ ده. تركز كويس جدا وانت بتقرا السؤال عشان تعرف الكلمة المفروض الصح تبقى ايه. اما اقول تتميز هولندا بالطابع الجبلي، تتميز هولندا بالطابع الجبلي، لا هولندا بيغلب عليها الطابع السهلي، يبقى الجبلي خطأ والصح بتاعها السهلي، لانها هي من الدول التي يغلب عليها الطابع السهلي وليس الجبلي. اما اقول من الدول البحرية المجزأة الولايات المتحدة، من الدول البحرية المجزأة، بيقولك البحرية المجزأة، احنا عارفين ان الولايات المتحدة الامريكية دي من الدول البرية المجزأة وليست البحرية، يبقى في الحالة دي الخطأ اللي هو الولايات المتحدة. طيب ايه اللي موجود عندي مجزأ وبحري؟ اليابان. يبقى الاجابة الصحيحة هي دولة اليابان. من المواقع الهامشية، يعني ايه مواقع هامشية؟ يعني تقع على اطراف الدولة او على اطراف القارات، يعني على اطراف العالم، يعني بعيدة، كلمة هامشية يعني على الهامش. يبقى في الحالة دي انا بدور على الموقع دولة يكون موجودة على الاطراف او على الهوامش. مصر من الدول التي تقع في مواقع استراتيجية هامة جدا جدا جدا، يعني موقعها استراتيجي مهم، يبقى مستحيل مصر تكون
موقع هامش. امال الصح ايه؟ دولة نيوزيلندا. يبقى انا عندي نيوزيلندا هي من الجزر اللي موجودة في الاطراف وبنعتبرها من المناطق الهامشية. اما يقول لي من الدول الحبيسة في اوروبا، ها الدول الحبيسة في اوروبا فرنسا؟ لا طبعا، لو حاطط لي فرنسا تحتها خط يعني معنى كده انه بيقول لي دي خطأ، وبيقول لي انت عليك تصحح الخطأ. الدولة الحبيسة يعني ايه؟ فاكرين يا اولاد يعني ايه كلمة دول حبيسة؟ يعني دولة لا تشرف بأي حال من الأحوال على بحر، أو لا تتصل في أجزائها ببحر أو محيط أو بأي وسيلة أخرى. يعني معنى كده أن هي عشان تصل إلى الدول الأخرى لابد أن تعبر من خلال أي الدول المحيطة بها. يبقى دولة لا تتصل ببحر أو محيط بنعتبرها دولة حبيسة. طيب فرنسا؟ لا طبعا. يبقى في الحالة دي إيه اللي في الدول الأوروبية ها يعتبر دولة حبيسة؟ عندنا التشيك. طيب اما نقول دولة تشرف بواجهتين بحريتين يعني ايه؟ احنا قسمنا الدول لدول بتشرف على البحر بواجهة واحدة، وقلنا دول زي عندنا شيلي طبعا، وعندنا دول بتشرف على البحر بواجهتين زي عندنا مين؟ مصر والسعودية. خلاص. طيب لما نقول شوف مع بعض السؤال تاني، هنا سؤال الخريطة. بص يا اولاد احنا عندنا سؤال الخريطة ده بيبقى بيختار لك طبعا، انتوا خاص بطلاب الدمج بيبقى الموضوع مختلف عن باقي الطلاب الاخرين. الخريطة بنختار ابسط الخرائط وابسط المعلومات عليها عشان تكون سهلة وميسرة عليكم باذن الله. لو لاحظنا ان احنا اخترنا ليكم نموذج من الخرائط السهلة المبسطة وهي خريطة مصر. نشوف المعلومات اللي مطلوبة مني كده من الخرائط اللي موجودة عندي دلوقتي. خريطة مصر عندي معلومات اللي مطلوبة، أول حاجة بيقول لي دولة إيه؟ رقم واحد موجودة عندي ها في الجهة الغربية من مصر، إيه اللي بيحد مصر غربا؟ دولة ليبيا. تمام، إحنا عارفين إن مصر يحدها شمالا البحر المتوسط، جنوبا السودان، شرقا البحر الأحمر وفلسطين، وغربا ليبيا. يبقى لما يقول لي وحاطط لي رقم 1 او رقم 1 على الجانب الغربي يبقى بيقصد دولة ايه؟ ليبيا. بيقول لي رقم 2 دولة برضو، يعني رقم 2 عاوز دولة. نبص كده رقم 2 محطوطة فين؟ في الجنوب. انا لسه قايلكوا ايه؟ يحد مصر جنوبا دولة ايه؟ السودان. يبقى الاجابة الصحيحة دولة السودان. تمام؟ لما نقول رقم 3 هو عاوز دائرة عرض، يعني ايه؟ يعني عاوز رقم 3 اللي هو حاطط لك عليها الرقم ده ها دي دائرة عرض رئيسية. رقم 3 دائرة عرض رئيسية. ايه هي دائرة العرض الرئيسية اللي موجودة عندي دلوقتي؟ ها احنا ايه دائرة العرض الرئيسية اللي بتمر في جنوب مصر؟ مدار السرطان. تمام. طب لما نبص كده رقم 4 بيطالب مني ايه؟ طالب مني البحر. احنا قلنا عندنا بحرين ومصر بتطل على اكبر بحرين على مستوى العالم، من اهم البحار على مستوى العالم هو البحر الايه؟ الاحمر والمتوسط. يبقى رقم 4 موجود عندي البحر الاحمر. اما نبص على رقم 5 البحر المتوسط. طيب رقم 6 بقى بيقول لي دائره عرض تاني. ها رقم 6 بس مش طالب مني دائرة عرض رأسية اللي احنا قلناها مدار السرطان، لا ده حاططها لي تحت في الجنوب. يبقى هنا يا ولاد يبقى طالب مني الموقع الفلكي لمصر. احنا عارفين ان مصر بتمتد بين دائرتي عرض 22 جنوبا الى 31.36 شمالا. يبقى في الحالة دي لما يحط لي العلامة او الرقم تحت في الجنوب يبقى هو عاوز دائرة العرض التي تمتد ايه في جنوب مصر اللي هي 22 شمالا. يبقى دائرة العرض الموجودة تحت في الجنوب اللي هي 22 شمالا. اما نقول رقم 7 هو عاوز خط الطول. شايفين حاطط خط الطول رقم ايه؟ حاطه فين؟ في الجهة الغربية لمصر. يعني رقم 7 بيمثل خط الطول 25. انا لسه قايلة اهو موقع الفلكي اللي هي مصر تمتد بين دائرتي عرض 22 الى 31.36 شمالا،
ومن 25 خط طول شرقا إلى 37 خط طول شرقا. طيب حد يقول لي ازاي يا مس الاتنين شرقا مع ان واحد في الشرق وواحد في الغرب؟ لا، احنا بنحدد شرقا وغربا بناء عن ايه يا اولاد؟ بناء عن خط جرينتش، والخطين هم موجودين كلهم غرب سوري شرق خط ايه؟ جرينتش، وعشان كده احنا بنقول الاتنين شرق. نفس الكلام في دوائر العرض، قلنا شمالا 22 شمالا بالرغم انها موجوده تحت في جنوب مصر. لا، عشان احنا بنحدد دوائر العرض بناء على خط الاستواء، الاتنين موجودين شمال خط الاستواء. طيب بصي كده مع بعض، شوف مع بعض كده سؤال كمان. بيقولك اختر الإجابة الصحيحة من ما بين الأقواس تعد دولة ايه نموذج مثالي للدولة الوحدوية؟ احنا قلنا ان احنا عندنا الدول بتنقسم الى دول وحدوية ودول مركزية، سوري دول وحدوية ودول كونفدرالية وفيدرالية. اما اقول بالنسبة للدولة الوحدوية، نعتبر اللي بينطبق عليها كل مواصفات او خصائص الدولة الوحدوية هي فرنسا. يبقى من اكتر الدول التي تمثل نموذج مثالي للدولة الوحدوية هي دولة ايه؟ فرنسا. لما نقول سؤال شكل تاني من الاسئلة، بيقول لك اكتب ما تشير اليه كل عبارة من العبارات الاتية. يعني ايه السؤال ده؟ مفيش اي خوف خالص، هو انت شايف ان في كلام كتير جدا؟ لا لا خلاص خالص، هو كل القصه ان انت بيجيب لك سؤال مجموعه من المعلومات، عاوزك تقول له ايه ده مقصود بيها، ايه التعريف بتاع اللي موجود قدامي ده يقصد بيه ايه، خاص بايه، بس مش اكتر. يعني انت عليك هتكتب كلمه واحده بس في السؤال ده، لما يقول لك اكتب ما تشير اليه العباره، يعني العباره دي بتشير الى ايه، المعلومات دي خاصه بايه. طيب اما نقول أول حاجة اتفاق رسمي بتتعهد بموجبه مجموعة من الدول بأن تتعاون فيما بينها في مجال الاستخدام المشترك لقدراتها العسكرية ضد دولة أو مجموعة من الدول. احنا قلنا من شوية صغيرة ان هو عبارة عن ايه الكلام ده؟ الأحلاف العسكرية، دولة أو أكثر بيتحدوا مع بعض من أجل ايه؟ الدفاع المشترك عسكريا. قلنا يعني ايه حلف عسكري؟ مجموعة من الدول بتتحد مع بعض وفقا لمعاهدة او اتفاق من اجل ايه؟ من اجل ان هم يشتركوا مع بعض في الدفاع المشترك ضد اي اعتداء خارجي. يعني معنى كده ان انا عندي ممكن اعمل عشان ابقى دولة قوية، ولو انا حاسس ان انا لو انا لوحدي ما اقدرش ادافع عن نفسي ضد اي اعتداء خارجي، بسرعة اروح متحد في حلف عسكري زي ما كثير من الدول عملت الكلام ده. يبقى لما مجموعة من الدول بناء على اتفاق مشترك بينهم او معاهدة مشتركة بينهم، يبقى في دفاع ضد اي اعتداء خارجي، وبيكون يكون من ضمن شروط الاتفاق دوت ان هم يدافعوا عن بعض عسكريا، ويكون ده سبب ردع لاي عدو من ان هو يحاول يعتدي على اي دولة من دول الاتحاد. يبقى لما يجيب لي التعريف ده على طول، اول ما اشوف اتفاق ودول عشان يتحدوا عسكريا، يبقى على طول حلف عسكري. انت تاخد الايه التعريف من الكلام والنقط اللي فيه، تقدر تطلع المقصود بيه ايه على طول بسهوله. لو قلنا نقطه تانية، يقول لك تحديد تعريفه موحده على السلع المستورده من الدول خارج التكتل. احنا عارفين ان احنا عندنا في حاجه اسمها التكتل الاقتصادي، وعشان يبقى فيه تكتل اقتصادي كان لازم في مجموعه من الشروط او الايه العوامل اللي تساعد على وجود تكتل اقتصادي. كان من أهمها إن احنا نعمل تعريفة جمركية واحدة وموحدة لكل أعضاء التكتل الاقتصادي، وبناء عليه يتم الايه التكتل، أو دي من ضمن العوامل اللي هتساعد على نجاح التكتل الاقتصادي ده. طيب احنا لما نقول بنضع تعريفة جمركية، يعني ايه يا ولاد؟ يعني بحدد ايه؟ ها، جمارك محددة لينا كلنا، كل أعضاء الايه التكتل بيبقى ليهم تعريفة جمركية موحدة، وبالتالي ده بيساعد على ان يبقى فيه تكتل اقتصادي قوي.
يبقى في الحالة دي أما أقول تعريفة جمركية يبقى أنا بقصد بيها إيه؟ بصي كلمة جمركية أنا خدت منها أهو وهقول إيه؟ الاتحاد الجمركي. يبقى أنا بمنتهى البساطة ممكن لو أنا حتى مش عارف السؤال أو المعلومة دي تقصد بيها إيه؟ أنت تطلع الإجابة من جوه الكلام اللي عارضه لك في السؤال. يبقى لو لاحظتوا قبل كده انا قلت ايه حلف عسكري خدتها من ايه من نفس الكلام اللي هو قاله لي، واما قلت اتحاد جمركي من نفس الكلام يقول لك تعريفه جمركيه. طيب نشوف واحده كمان. طيب ما يقول لي الدوله الدول التي تقع داخل اليابس وليس لها اي اتصال مباشر بالبحر. احنا لسه قايلين اهو دوله موجوده جوه اليابس وليس لها اتصال بالبحر او المحيط، يعني لا هي بتطل على بحر ولا هي بتطل على محيط ولا في اي وسيله ايه لاتصال بينها وبين العالم الخارجي. يبقى في الحاله دي ايه؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي الدوله دي تنسميها على طول دوله حبيسه، بنسميها دوله ايه؟ حبيسه. طيب يبقى عكسها على طول ايه؟ الدول البحريه. يبقى الدوله اللي بتطل على بحر او محيط يبقى دوله بحريه. نشوف اخر حاجه، بيقول لك منطقه تشكل اهميه وثقلا اقتصاديا او سكانيا او ثقافيا او سياسيا، يعني لا اما يكون لها اهميه اقتصاديه او لها اهميه سكانيه او ثقافيه او سياسيه بنسميها في الدوله دي بنسميها ايه؟ قلب. زي عندنا في مصر كده القاهره بتمثل ايه؟ ثقل تاريخي وسياسي مهم جدا. زي البحيرات العظمى بتمثل في الولايات المتحده بنسميها ايه؟ ثقل او قلب اقتصادي. زي افغانستان بنسميه قلب ايه؟ سكاني نتيجة تركز السكان في المناطق ده، وهكذا. تمام يا ولاد؟ يبقى احنا شفنا كده حبايبي شكل الامتحان الخاص بطلاب الدمج اللي هو التأخر الذهني او الشلل الدماغي او التوحد، واللي احنا قلنا من بداية الحلقة ان هو بيكون امتحان بيشمل كل الاسئلة الموضوعية بالكامل وليس في اي سؤال من الأسئلة التطبيق او الفهم او الأسئلة المستويات العليا. يا رب اكون افدتكم، وان شاء الله نلتقي في الحلقات القادمة مع مراجعة شاملة لمنهج الجغرافيا لطلاب الدمج بمستوياته المختلفة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.